ماشي البيض البلدي يعني البيض العادي الناس كيسالكوه مزيان في هذا رمضان. الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله شكون الله. المغرب لا زين. عثمانه كاين دابا 25 فرانك 40 فرانك 35 فرانك هذا الشيء اللي كاين. يتفاهم دابا 240 300 هذا العام ما كاينش باش الناس بحاله الحمد لله. الرواج مزيان الثمن الثمينه مزيانه كل شيء مزيان الحمد لله. والليمون داير اخويا جوج دراهم. جوج دراهم اللي داير الليمون اخويا. الاسعار مزيانه والبيع والشراء مهم كل نهار ورزقه. الحمد لله بخير وعلى خير. شنو المواد اللي كتجيو الاخضر بزاف هذه ان شاء الله؟ المهم الشحال هذه كان التمر شويه الجنجلان المهم دابا القضيه واقفه. واش الشيء اللي كاين؟ كاين فياج والله الا فياج ها هو انا نصيفطو كاع في واتساب فياج دير ميت والله الا فياج ما كاين لا تجاره لا والو سيدي سليمان الشعب ديالو مات زيرو دابا والو ميت هاد الدوله اللي عايشه دابا الدوله هي اللي عايشه هما الشعب ميت ما كاين لا معيشه لا والو يعني يتفاهم دابا 240 300 مسك لا هو سر قضيه قاصحه شويه كاينشي يقبل شويه لا لا كاينشي يقبل كاين الحمد لله اه انت تشوف حركه والو شويه ميسه دير 6 دراهم 5 دراهم والخضاري شحال دايره؟ لا 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 اليابسه اليابسه دايره 10 دراهم وهذه دايره 4 دراهم القطار 70 ريال والاخرى دايره 5 دراهم 6 دراهم كاينشي يقبل شويه؟ لا شويه سلوك نهار حركه هي شويه السلام عليكم خويا حنا راه خدامين على راسنا راه كما تشوف مصايبين جوج باطوات بغينا ندبروا على راسنا تنبيعوا الحلوى غير ب 460 هاد الناس راه تيبيعوا ب 500 مغالين على الكليين حنا راه تنتعاونوا مع عباد الله التمر تنربحوا فيه غير 10 دراهم ماشي مشكل هما كيربحوا فيه افضل خويا شنقول لك داز النهار زويه والله ما لك الحمد اخويا واخا كاين شويه المشاكل شويه صداع ولكن اللهم لك الحمد السلعه كنشريوها برخه كنبيعوها برخه الا شريناها غاليه تنبيعوها غاليه وهادشي اللي كاين اخويا الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله شي فهاد شهر رمضان كيدوز كلشي اللهم لك الحمد اخويا المرضي والله القاصح الساعة مزيان رمضان جانا مزيان خاصنا حتى حاجه وكلشي عندنا موجود كاين الاقبال الحمد لله كاين الاقبال كاين كلشي موجود عندنا حتى الساعه شي موجود 60 هذا ديال مصر 400 هذاك الاخر ديال تونس نيس 560 ريال كاين هذا 500 ريال كرموس 30 درهم. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.